هناك بعض المحللين الأمريكيين الذين يختلفوا إلى حد ما مع سياسة الإدارة، ولكنهم قد حذروا الإدارة من أننا قد ندفع العراق إلى والحكومة، هذه الحكومة خاصة التي تعتبر إلى حد ما أكثر تفهما لبعض المواقف الأمريكية وللسياسات الأمريكية، يعتقد بأن هذا سيضع هذه الحكومة في وضع صعب جدا، يعني بين المطرقة والسندان من ناحية، وبالتالي فإن أنهم يطالبوا بإعادة النظر وبتبني سياسات جديدة. وهذه الآراء قد سمعت أيضا من بعض الخبراء القريبين من بايدن، وبالتالي فإن هذا يعني بأن إدارة بايدن إذا وصلت إلى السلطة فإنه قد يكون لها توجهات مختلفة. أيضا كانت هناك بعض النقاط الأخرى التي أثارها بعض هؤلاء الخبراء، وهي أن العراق الآن هو في وضع مختلف إلى حد ما، مثلا مع ظهور هذه المظاهرات الكبيرة الضخمة، وخاصة مناطق في بغداد وفي مناطق جنوب العراق، أن هناك معارضة صحيح لإيران وللوجود الإيراني وللنفوذ الإيراني في العراق، ولكن هناك أيضا يعتقد هؤلاء بأنها ليست موجهة فقط ضد إيران، بل هي موجهة ضد القوى الأجنبية بما يعني الولايات المتحدة وإيران. هذه القوى قد تشكل نواة جديدة لحركة وطنية عراقية، وهؤلاء يقولوا يجب الإصغاء لهؤلاء لأنهم لا يطالبوا، صحيح أنهم يطالبوا بخروج إيران وب يعني تقليص النفوذ الإيراني وإن لم يكن انحاءه تماما في العراق، ولكنهم أيضا يريدوا خروج الولايات المتحدة والقوات الأمريكية، لأنه إلا ربما تدريب أو غير ذلك. ولذلك فإن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه العراق. ولكن المشكلة هي أن من ناحية أخرى حتى ولو استطاع هؤلاء يعني أن يؤثروا على بعض التيارات، إلا أن هناك تيارات أخرى داخل الإدارة لها رؤية مختلفة، وهي الرؤية التي نراها الآن والتي تتبنى سياسة الضغوط القصوى وربما تصعيد الضغوط آملة في أن تدفع إيران إما إلى الجلوس على طاولة المفاوضات أو بعضها يأمل بتغيير النظام في طهران.